مرة ثانية البريك يتقدم، كاريو يروح يتقدم بخطوات العرضية من يواجه ادواردو، لعب كورة هذه خطيرة أمام الجول. رباعيات الهلال تتكرر، الهلال ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، نواف يظهر، العابد يظهر مرة أخرى في محيط الرعب ويقضي على آمال النموذجي، يقضي على كل مغامرات الفتح، على تحدياته وعلى كل فرحة المتابعين. أربعة أهداف للهلال في محيط الرعب. الهلال يخوف، الهلال يخوف أمام زوران وأنظاره وكراته ونواف، وصنع إدواردو وسجل نواف. لا تسأل عن من يسجل في الهلال، كلهم يسجلون، كلهم هدافين في محيطهم، فهم مرعبون، فهم مرعبون. يقولون إذا أردت أن ترى الهلال يا زوران عليك أن ترفع رأسك، لأن الهلال عاليا، لأن الهلال عاليا. من كلمات الراحل والمؤسس عبد الرحمن بن سعيد يقول إذا أردت أن ترى الهلال عليك أن ترفع رأسك عاليا عاليا عاليا.